إلا كان عندنا صفر عشرة ماشي مشكلة سير يلا خد عشرة مساء الخير مرتبي قناة شوف تي في من مدينة سلا. اليوم عندنا واحد الحالة ديال واحد الزوجة اللي زوجات بورقة عرفية مع واحد السيد وحملت معاه واحد البنت. من بعد ذاك السيد مبغاش يعترف بالابنة ديالو وحطها في الحالة المدنية، وكتكتشف الزوجة بأن الزوج مزوج بالمرأة الأولى وهي بغات دابا باش يعترف بالحالة المدنية يحط البنت في الحالة المدنية. نبقاو معانا باش نعرفو شنو وقع لنا. سالي عاودي لي شنو صافي. تفضل. السلام عليكم. أنا كنت مزوجة بواحد السيد داير معايا واحد عرفي وأنا ما كنتش عارفة ما كنتش عارفه ديك الورقه اصلا واش الزواج الناس ديال يعني معترف به ولا غير معترف به. المهم دار معايا ورقه عرف داك الشيء. المهم بقى معاشر معايا معاشر ديال الازواج مزوج بيا. المهم كان لي الدار مفرشها كل شيء. هي بقيت انا وياه واحد المده ديال عام. المهم موراها حلمت اللي حملت بقى معايا حتى قلت لبنيته كلشي وداكشي. ملي قلت لبنيته قلت ليه البنيته خاصها تحط في الحاله المدنيه. بقى كيقول لي واخا واخا وكيتهرب واخا ندير الحاله المدنيه واخا واخا. المهم بقى شي مشكل لي وقع فيه شي كسيده وداكشي وغبر سيمانه. ملي غبر عليا سيمانه قالت هاد السيده هذا خصني نقلب عليه نمشي نشوف شنو كاين وانا عارفه فين ساكن، حيت هذيك الدار اللي وراني انا في القريه كان تيقول لي ديال الصبو وسكنه فيها اختي وانا معاهم في الدار انا مقابل با وهذيو. المهم مشيت للقريه مشيت للباب بقيت حلات عليا واحد السيده حلات عليا شكون انت قالت لي شكون انت انا مرات فلان دريس. قالت لي كيفاش مرات دريس الا كنتي مرات دريس انا شكون؟ قلت لها اختي ما عرفتش قلت لها واش انت اختو؟ قلت لها اختي قولي راه معايا اختي ومعايا با. قالت لي شنو اختو اش كتقولي دابا؟ قالت لي راه مرتو. قالت لي واش عارفه؟ قالت لي راه عنده 4 دراري. بقينا ملي ما بنك من الماء قلت لها دابا شنو؟ قلت لها انا راه عندي بنيته معاها شنو شنو كاين وشنو كاين وها هو انا عندي ورقه ديال انا مزوج بيا بان الزواج هذا. حتى سولتي على في القانون قالوا لي راه الزواج عرفي انا ما كنتش عارفه. راه قالت لي ديك الورقه نشوفها هنايا شافتها عطاتها لواحد السيد قالت لي قرا لي الورقه شوف شنو فيها. قال لي قالها راه واحد زواج عرفي هي هذيك السيده. قالت لك لا بغيتي تخطفي لي الراجل وبغيتي المهم تشدات معايا تشدات معايا عيطوا لي الناس اللي تما الناس اللي حضروا الجنازه عيطوا لي في التليفون اللي ساكنين حداهم عيطوا لي في التليفون قالوا لي راه روينا انا يطلع عندك داخل بيناتنا داك الشيء. قال لك لا ما ندير شي حل لهذا الشيء وهذا فك المشكل خلاني نمشي لحالاتي انايا. هي دخلت للدار ومشيت انا لحالاتي بقى كيكذب عليا من تيساع كيجي كيخلص الكرا كيصرف عليا كيقول لي انا نصيب ورق وانا المراه غتفاهم معاك وغادي نجيو تسكنوا بجوج معايا في الدار فهمتي. المهم قلت انا ما وافقتش قلت انا ما يمكنش نتكلم مع المراه ديالك في الدار فهمتيني. انا انت كاري لي وانا ما كنتش عارفك انا مجوج انت اصلا غدرتي بيا بعدا فهمتي غدرتي بيا غدرتي بيا المره الاولى دير معايا ورقه ماشي زواج ديال بصح. ثانيا غدرتي بيا بانه داير بانك عازب اصلا داير راسك عازب انك ما مجوجش فهمتيني. يا قال لي دابا شوفي قال لي دابا صبري وهادي انا راه كنسايسها. المهم باش دير لي الموافقه
غنصيفط لك المسائل الوراق ديالك وغندخل لك الحاله المدنيه. وقال لك هكا هكا ما عرفتش كيفاش. المهم بدا شي يامات السيد ويهضر كاع مره صافي هضر. المهم غبر داك الشيء مشيت لعندو عاوتاني مشيت بقيت كنتسنى برا باش ما ندافش انا وياه باش نتفادى المشكل. كنتسنى غير برا. المهم تابع ليا جاي قلت ليه دابا شنو هاد الحلال محيتي لها؟ قلت ليه محيتي البنت ولا لي كوج ديالها ولا الحليب ولا نربيها ولا نخرج نخدم ولا نخلص الكرا ولا شنو غندير شنو فين غنعطي لها الراس؟ قلت ليه انا غنمشي للقانون غنمشي للمخزن. قال لي سير عند الناس بغيت نمشي للمخزن سيري. في الاول قال لي الا بغيتي تصيفطيني للحب سيري. قلت ليه انا ماشي شغلي انت درتي داكشي اللي قال لك راسك فهمتيني حتى انا غنمشي للمخزن. المهم ملي ما بغيت ما يتحجبش مشيت للمحكمة. مشيت للمحكمة دخلت عند الوكيلة ديال شركة المال مشيت دخلت عندهم ملي وريتهم ورطة ما سالي قالت لي حنا ماشي في ميسر حنا ما كنتزوجوش بزواج عرفي مصريين اللي كيتزوجوا هاد الجواج. قلت لها الله يخليك قلت لها انا ما قاريه ما عارفاش راه ما قاريهش انا ما اصلا ما عارفاش هاد الورقه شنو فيها اصلا فهمتي. قلت لها انا قال لي هذا العقد وانت راه مراتي ها هو تيقولها لي فهمتي. قلت لي حنا عندنا نديرو لك لا فهمتي حنا عندنا بزاف ديال المشاكل مدوخه راسنا على نديرو لك شرات عليا. المهم الزيت بقى ديالي خرج حالتي من المحكمه وربي لي عالم ديالي ديك الوحده كانت كاين في قوصه ما عرفتش شنو نعطي بالراس. جيت بقيت كاريه وليت نمشي نخدم تمشي نخدم على البنت هذيك نمشي للديور ما خديتش ما مشيت. المهم ضبطت النار عليها مزيان تجاب لي الله وحده ديال الناس تلاقيت بيه بغا معقول بغا يتزوج بيا بالقانون كلشي مشى عند با وداكشي وخداني وداكشي من عنده صافي تزوجنا دابا نصفر ربا معايا البنت هادي طبات حتى كبرات حتى ولات عندها دابا 15 عام. المهم دابا شي شهر دابا شديتها من يدها حيت هي وصلت واحد السلم عاقل اللي ولات كتقول لي انا هاد الكوالا هذا كيفاش يعني ما كيسول في ماما كيفاش عندي انا با انهم بحال شكات فيا بان انا يا غير كنتفلى عليها. قلت لها شوفي قلت لها باش تعرفي ماشي كذب هانتي ها عقد عرفتي قري شوفي وزيدون باش تاكدي بانه كاين يلاه رجعي على رجلك. مشيت انا وياه ومن عند الله انا كنت غاده بواحد الطريقه غاده للدار نيشان وقلت لي بغي يوقع يوقع صافي ما تعرفتني وعرفت صافي سالينا غادا نيشان غنتوجه للدار ما تيبان لي غير جالس مع حدا الشركة في القهوه كيتقهوى حدا دار هي تقريبا القهوه حدا الدار ديالها. المهم حتى بان لي الراجل كي درت ليه هكا قلت له الله يخليك لما كلم لي داك السيد اللي حداك قال لي واش هذا قلت له هذا وي قلت له تكلم الصفقة سعيد لك ناض هكا يا وي شو بقى تيدير فيا كوي تمشي عندي. قال لي ما عرفتكش من بعيد قال لي واش انا هذه قلت لي امانه اللي سميتها على يديك كنت انت اللي سميتها امانه قال لي ها قلت له هو محشومش عليك قلت له ماشي ما حشمتي ما والو شو غتقول غدا يقدم الله هاد السيده هادي دابا اللي انت درتي لها الحاله ومكره مع صالح ولاد اخرين قال لي بحال مدنيه هاد السيده ضحكتي عليا انا هو البنت هادي شنو ذنبها يلا شنو الذنب ديالها قلت له ولات معقده لي معقدة اصلا قلت لها خصني نبدا طبيب نفساني ولات حاسه براسها معايا في الدار ما عندهاش باها حاسه بالنقص حاسه بزاف ديال الحوايج محشومه عليك ولا وهادو يشدها كيعنق فيها هي كيعنق فيها ويقول لها والله ما ناسيك راه ديما في بالي وشوفي انت راكي بنتي وانا كنقولها وكنعاودها فهمتيني كنقولها لاي واحد انت راه بنتي وانا ما عمري ما غنساك ودابا شوفي يعني انا غادي نبقى نسول عليها وكنعيط له وهادي قال لها ما نشوف شي حل مع هادي اللي على مرته قال لها مع هادي انا اللي نجوج بها غنشوف شي حل معاها الا دارت معايا شي حل ووافقات غادي نصيفط لك المسائل ديالك ونجيب لك كاع تبقاي معايا تسكني معايا. المهم اش دار حيت كانت عندو واحد النمرة ديالو كنا دايما فين من سميتو كنتصلو به زعما مع الشيطان ديالو جينا فحالنا جينا تفرقت معاه تفرقنا معاه جينا فحالنا قلنا صافي ملي قال لها بقى نسول عليك وهادي جينا فحالنا جدار ما عرفتش الله اعلم تشاور مع مرته ولا الله اعلم. المهم صافي السيد وحيد ديك النمره وديك النمره مع عمره ما كانت كيحيدها من اللي عرفتو النمره عنده حيت كيخدم بها حتى في الخدمه ديالو خدام في الشركه ديال الدواء حيد النمره ما
مر دابا ما كاين لا اتصال ولا حتى شي حاجه، لدرجه انايا دابا بعض المرات تنفكر نقدر ندير شي مشكل كاع، نقدر نمشي عندو ندي البنت توقع شي مشكل مع مرته، المهم صافي يعني وصلت ليه فين بغيت، وليت مريضه بالاعصاب انا كاع في الطريق هادشي المشاكل كامل، نتحمل واحد المسؤوليه خايبه مع هاد البنت هادي انا، والله يعني وصلت لشي لواحد الدرجه ما تصورش، وتا المخزن ما كاين ما كاينش شي حاجه ما نكذبش عليك، مشيت لواحد الجمعيه فيها واحد المحاميه وريتها الوراق، قالت لي انا غنوقف معاك وغادي تشدي حقك، وهاد السيده هاد المده كلها اللي هو ما تيخلصش فيها النفقه ما تيتفقش على بنته غير ينفق عليها وهذا وهادي، في الاخر اكتشفت انا المحاميه بغات مني الفلوس وانا ما عنديش، ملي شافت ما خدات ما عنديش ما تاخذ شي حاجه ولا تهرب مني شدت الوراق وخلاتهم عندها وقالت لها صافي حوس امري الله سبحانه وتعالى صافي وتكمشت، ولكن داكشي عقدني في حياتي ما عقد في حياتي، البنت هي ماشي ما مرتاحاش، اي واحد يعرف هاد القضية هادي بنت با ما معترفش بها راه كتجي بزاف قلبها، ايوا هادشي اللي كاين. ايوا شنو كطالبي يعني من هاد الاب هذا اللي كان كيسمعك؟ انا كنطالب هاد السيدة دابا كنوجه ليه من هنايا فهمتي، هنا النداء كنوجه ليه الا كانت يسمعني، دريس الشر هذا انا كنقولها نيشان دريس الشر هذا مسامح في بنته ما بغاش يعترف فيها ما بغاش يدخل لها المدنيه ما اعترف فيها في فمه، كانت لقات يقولها بنتي فهمتي، حتى في الشركه كاع الشركه اللي خدام فيها عارفين وراه بنته، ولكن باش يدخل لها المدنيه ما بغاش يدخل، شاده مرته ما مخلياش يدير لها المدنيه، وهاد البنت حقها على من هاد السيده شنو ما عندوش الضمير ولا شنو ما فهمتش انا، ما عرفتش انا الملتاج من غير الله سبحانه وتعالى، ما عرفتش ما عرفتش شنو ندير شنو هو الحل ما عرفتش، القانون راه القانون ما كاين ما نكذبش عليك ما لقيتش القانون يوقف من في السطر، ما كنعترفوش بهاد الورقة هادي ما كنعترفوش بها، الجواج عارفين ما عرفنيش بها، انا براسي انا ما عارفاش، انا براسي كون كنت انا ماشي اميه وعارفه راسي شنو تندير في الاول ما نخليش يدير معايا هاد الورقه،